والوادم كلها خطيه، اللي على نومته واللي مخنوق ما يقدر يتنفس. العراق البلد الذي بات يحتل مراتب متقدمة في عدد المصابين بكورونا يعاني من أزمة حقيقية في توفير مادة الأكسجين للمرضى، والسبب الرئيس هو توقف أغلب مصانع إنتاجه عن العمل لاهتراء بنيتها التحتية من ناحية، وتعمد جهات متنفذة إبقاء البلد مستوردا من الخارج من ناحية أخرى، ناهيك عن الفساد الحكومي الذي طال القطاع الصحي الكثير من آثاره. للأسف هنا معامل معطلة، رغم أنها لا تشكو من إلا الإهمال، قد تكون سبب الإهمال أو سبب التوقف عملية فساد مالي كبير وعملية هدم للبنى التحتية حال كثير من المشاريع والمعامل المعطلة. اليوم العراق في ظل جائحة كورونا بحاجة شديدة إلى توفير مادة الأكسجين، وربما حدثت خروقات أدت إلى وفيات كثيرة. الفشل والتقصير الحكومي والمحاصصة الحزبية والطائفية في العراق عوامل أدى استشراؤها لتراجع قطاع الصحة، كما هو حال بقية قطاعات الحياة، تراجع رسمت معالمه صور وفاة المرضى وهم يلتقطون أنفاسهم الأخيرة في منازلهم أو على أبواب وأسرة المستشفيات بسبب عدم توفر الأكسجين الذي لم يسلم من أيادي الفساد. التداخل السياسي والتداخل الحزبي في عملية مفاصل الدولة المؤسساتية والقطاعية، وبالتالي أنتج لنا كثير من الإخفاقات في جميع القطاعات، لا سيما الصناعات ومنها الصناعات الدوائية والصناعات المكملة لقطاعات الصحة. اليوم أعتقد الخلل الموجود حاليا في الإهمالات كثير، ربما قد تدخل في مجال الفساد الإداري والمالي. التمادي الحكومي في جعل العراق رهينة للخارج تعكسه الحالة المزرية للقطاع الصحي الذي بات يبحث عن اسطوانات أكسجين تنقذ أرواح المرضى، والإقرارات الحكومية بالفشل والتقصير والادعاءات بالعمل على تأمين الاحتياجات. مو فقط من إيران ومن الكويت من الجائحة ومستمرين بهذا الطلب، بس احنا حاولنا كشركة عامة صناعات كهرباء إلكترونية لإسناد وزارة الصحة بهذه المادة نقلل عن عبء الدولة بالاستيراد، وانتجنا وزيدنا الطاقة الانتاجية ومستمرين خدمة للشعب والمواطنين، استمرينا بهذا الجانب ونحاول نزيد الطاقة الانتاجية قدر الإمكان. أكيد أكو معامل وهاي متوقفة، ومن ضمن معاملنا نويت لك قبل قليل أن معمل متوقف صار له 10 سنوات إلى 15 سنة لما توجب بعدد للحياة والعمل. العراقيون اليوم باتوا يئنون من ندرة وجود مادة الأكسجين، وهي جسر من جسور النجاة لمرضى كورونا، كما الحال بالنسبة للكثير من الاحتياجات الأساسية للحياة التي سرقها فساد الحكومات التي توالت على العراق منذ عام 2003 ولا يزال يفعل حتى اليوم.